الآن والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. وحشتوني الأسبوعين اللي فاتوا. نبتدي بمجموعة من الأسئلة. واحد بيقول لي يا ابونا أنا عندي 25 سنة بحب بنتي بقالي 9 سنين، يعني كان عنده 16 سنة من وإحنا في تالتة عدادي، بس ما صرحتهاش، كنت مستنى يجي الوقت المناسب عشان ما أخسرهاش، لأن كانت علاقتنا كويسة وكنا أصحاب قوي. لكن المشكلة إن هي أول ما دخلت الجامعة اتغيرت 180 درجة وارتبطت، وأنا بعدت عنها. بعد كده انفصلت، رحت صرحتها بكل حاجة، وهي قالتها لي بطريقة غير مباشرة إن إحنا مش مناسبين لبعض، وارتبطت تاني. بس هي طول الفترة دي حتى وأنا بعيد عنها بتطلب مني طلبات، وكأن محدش هيعرف يعملها غيري، مع اني قلت لها اني بتعب جدا لما بتقرب مني، انا مش عارف اعمل ايها معاه. هي قالت لك احنا مش مناسبين، معتبراك صديق او اخ، وهي في حالة ارتباط وانت بتتعب. ده ملخص المشكلة، انت محتاج تاخد قرار حاسم وتفصل معاها تماما. تقول لها ارجوكي احنا يعني كل مرة بتعامل معاكي، أنا قلتلك إن أنا كنت بحمل ليكي مشاعر في الموضوع ده تعبني، فأرجوكي ما تطلبش مني حاجة. أو أنت تبتدي مع الوقت تقلل الرد عليها إلى أن تنهي تماما فكرة الرد عليها، فهي هتوصل لها رسالة. هي كانت واضحة وعبرت عن نفسها بصراحة وقالت لك أنت مش مناسب لي، يعني كده كده حتى لو فكت الارتباط ده انت مالكش فرصه، لان هي مقتنعه انك انت مش مناسب ليها. بس انت اللي بتتعب، خد قرار وحط حدود في العلاقه بينك وبينها، ولو سمحت لا تتجاوب معاها عشان انت اللي بتتعب يا ابني. واحد بيقول انا شاب متخرج بقالي سنه ولسه مخلص جيش من فتره ومن وقتها، وانا مش لاقي شغل مناسب، بس دلوقتي اتقابلت في شغل شغلانه محاسب، بس المشكله ان الشغل مهامه كتير جدا جدا والمرتب قليل جدا. انا نفسيتي تعبت من حيرة، خايف او افوت الشغل ده ما لاقيش غيره، ولو اشتغلت مش هيبقى عندي وقت ان ادور على شغل تاني، وكمان مش هقدر اسيب الشغل ده بسهولة علشان بعقد وصليت علشان ربنا يرشدني، بس مش قادر اسمع صوته. ارجو الرد يا ابونا علشان انا مش عارف اعمل ايه. اول حاجة، الاشغال بقت صعبة يا ابني اليومين دول. نمرة اتنين، وان كان الشغل متعب فانت بتتعلم منه الجلد والخبرة. نمرة ثلاثة، دور على شغل تاني، وصي كل الناس تشوف لك شغل، ولما تلاقي شغل مناسب وتعمل فيه انترفيو وتلاقي فيه قبول قدم استقالة. ما فيش حد بيشتغل غصب عنه، من الشركة ممكن تفصلك في أي وقت من دون إبداء سبب، وانت ممكن كمان تفسخ وتديهم فرصة زي ما بيقولوا نوتس، لأن في حرية أنك أنت ممكن تسيب الشغل في أي وقت، يعني عقد هيدخلوك السجن يعني لو كسرته، ما كل الناس ممكن تسيب أشغالها. فالأول استفيد باللي انت فيه واعتبر ده تدريب ربنا بيعلمك فيه انك تكون راجل. نمرة اتنين، دور على شغلانة تانية. واحد بيقول انا خادم في احد الكنائس ومشكلتي ان عندي مرض نفسي اسمه وسواس قهري، اكتشفته من فترة بسبب دخولي في حالة تشكيك في الايمان صعبة، وبقيت مش باكل ولا بشرب ولا قادر اعيش، ولما رحت لاكتر من دكتور نفسي قالوا ان عندي وسواس قهري حاد بيخليني اتضايق من اقل حاجه واكتئب، وبيصور لي القديسين في صور صعبه جدا، واقل التشكيك بيتعبني وبيخليني اتعامل مع الناس بطريقه وحشه هما ما يستحقوهاش مني، وتركيزي قليل جدا بسبب كثره التفكير. خدت ادويه لمده سنه بس ما جابتش نتيجه ملحوظه، غير ان الاعراض الجانبيه بتاعتها بشعه.
علشان كده وقفتها ورجعت اتعب تاني. انا حاسس ان في سجن مش قادر اخرج منه، مش قادر اخد الدواء علشان اعراضه الجانبيه، وخصوصا اني هشتغل ومستحيل اقدر اخد الادويه مع الشغل، وكمان مش قادر اتحمل وحاسس ان دماغي هتنفجر ومحدش من اهلي حاسس بيا، وبقيت بفضل ان اعيش بعيد عنهم لان تقبلهم جوايا بيتعبني اكتر. ربنا يا ابني يمد ايده ويشفيك من اللي انت فيه. هو في مستويات في الوسواس القهر، في مستوى منه بينفع معاه حاجة اسمها انتهار الفكر او تجاهل الفكر. الوسواس القهري كل ما تفكر ان الفكرة زيادة عليك وعاوز تقاومها بيزيد اكتر وبيبقى ماتش مور اجريسيف، يعني بيتملكك اكتر ويتعبك اكتر. الحل ايه؟ الحل انك انت تحاول بقدر الامكان تتجاهل. نمرة اتنين، هنروح للدكتور اللي ابتدينا معاه العلاج ونقول له ان الادوية اللي حضرتك ادتني اعراض جانبية 1 2 3، فانا مش قادر اكمل في الدواء ده، والطب النفسي بيتطور والادوية بتاعته بتتطور، حتى يمكن ممكن يوصف لك دواء في منطقة تانية نجيبه من الخارج مثلا تكون اعراضه الجانبية اقل شوية من الدواء اللي انت بتاخده ده. فممكن يكون في اكتر من بديل، لكن ممكن نغير الدواء. اعتقد دواء في اجيال من الادوية بتبقى افضل، لكن النصيحة اللي تمشي مع البعض وما تمشيش مع البعض، تجاهل الفكر ما يزيدش عليك، تركز فيه ازاي تنتصر عليه يزيد عليك ويغلبك. لو قدرت تعمل كده يبقى على الاقل قللنا الضرر شوية. ربنا يشفيك، وما تبطلش الدواء النفسي ابدا مرة واحدة من غير ما تشوف الدكتور يا حبيبي، لان اوقات بتبقى انتكاسات وحشة قوي قوي، بيعملوا حاجة اسمها جراديوال ويزدرول، يعني بعد ما تاخد 3 حبات يبقوا 2.5 حبات وبعدين 2 حبات وبعدين حبة. ده لو الدكتور قال لك تبطله، لكن اوعى تبطل دواء نفسي مرة واحدة لانه ممكن يأثر شوية عليك بطريقة بايخة. واحد بيقول سلام يا ابونا، ممكن لا تقرأ السؤال بصوت عالي؟ بص يا بنتي، انت بتقولي ما تقراش السؤال عادي، والسؤال ده بيجي باستمرار. ماذا يحدث لو في انسان متقدم عنده السكر، يعني انسان كويس في كل حاجة بيحب ربنا وخادم بس عنده السكر، نعمل ايه؟ فهي المواقف ان الاهل طبعا اهل البنت ما بيبقوش بيحبوا كده، ولو البنت اللي عندها السكر اهل الولد ما بيحبوش كده. طب من الاول ما ناخد حاجة سليمة. علشان اكون واقعي، السكر اكتر من نوع، بس هنا مش محاضرة طبية عشان اشرح لكم انواع السكر يعني، لكن هاخد حاجة بسيطة تناسبنا كلنا. في سكر كنترولابل، يعني الانسان واخد باله من اكله، واخد باله من ادويته، وبيقيس السكر مرة واتنين في اليوم، فبيقدر يعمل عليه كنترول. وبالتالي مدام في حاجة اسمها بيعملوا تحليل كل 3 أشهر اسمه السكر التراكمي، لو فضلت المعدلات بتاعته كويس والانسان ده عنده ارادة. الحقيقة شفت زيجات ناجحة جدا كده واستمرت فترات طويلة، لان الانسان اللي عنده سكر عنده ارادة وبيعرف يظبط نفسه كويس. وفي سكر تاني بيبقى ملخبط، طالع نازل طالع نازل، ده بيبقى ليه سايد افكتس والاعراض اللي انت بتقولي اهلك كاتبينها، اهلك ما بيبالغوش. الاعراض دي بتحصل طبعا مع الاعراض الجانبية للسكر. ففي سؤال مهم نروح للدكتور بتاعه ونسأل بصفة عامة من غير ما تقولوا اسمه، لان الدكتور مش هيقول حتى اي حاجة عن المريض، او ممكن يجي من المريض نقول له يا دكتور احنا عاوزين نسأل سؤال، لما واحد يكون سكره كذا كذا ناخد بالنا من ايه وما نعملش ايه ونعمل ايه، لانه انسان كويس لكن في الوقت نفسه احنا قلقانين من السكر، فاخدتوا النصيحة الطبية وعلى اساسها تتصرف. انا خاطب من 6 شهور، خطيبتي جدعة وخدومة لكن عصبية وعنادية جدا، ومش بتسمع الكلام ولا بتقدرني ولا عايزة تفهمني ولا عايزة نتطبع على بعض ونتفاهم، وانا كمان عصبي. انا من غير ما اكمل السؤال حاسس داخل في حادثة، يعني انا داخل في تقاطع وهنلبس في عربية، يعني انا يعني يعني انا مش عارف السؤال فين. هو اتجاوب خلاص يعني، تاني
عصبية وعنادية ومش بتسمع الكلام وما بتقدرنيش ولا عايزة تفهمني ولا نتطبع على بعض ونتفاهم، وأنا كمان عصبي جدا. أكمل؟ أكمل. ومش بتحمل أسلوبها أبدا معايا، وبحسها مش بتخاف على صيدليتي وتقول لي اقفل عادي ده يوم رحلة، مع اني بقفل يوم الحد وببقى طول اليوم كله بعمل اللي بيفرح قلبها. المشاكل بيننا زادت قوي قوي، واشتكيت لأب اعترفنا، وقعدنا انا وهي وابونا وقعدت تبكي لان ابونا غلطها. بعدها فضلنا شوية كويسين وحصلت مشكلة جديدة، رحت لابونا لوحدي. ابونا قال لي بص بقى، المشاكل اللي في الخطوبة هتشوفها 10 أضعاف بعد الجواز، لو تقدر تستحمل كمل، لو ما قدرتش تستحمل ما تكملش. والدتي حست من صوتي الحزين اللي كل شوية زعلان، قالت لي دي عصبية وما تنفعناش، ودلوقتي انا مش راضية عنها ومش موافقة اني اكمل. وابونا قال لي اسمع كلام ماما، بعدها ما قدرتش ابعد. وتصالحنا وهي قالت ادينا فرصة اخيرة لما عرفت انها سيبها، وقعدت تبكي وتقول ادينا فرصة تاني اخيرة، واقنعت امي بكده. وابونا قال لي اوكي اديها فرصة اخيرة، ولكن لازلنا في مشاكل بسبب عصبيتها وطريقتها في الكلام معايا وعدم احترامها ليا وعدم سماع الكلام. اسيبها ولا اكمل؟ قول انتوا. انا مش هقول، انا مش هقول. انا مش هقول. يعني ماما قالت لك وابونا قال لك. انا هقول لك حاجه، نيافه الانبا بولا كان في برنامج بتجيبه قناه اغابي زمان اسمه بيت على الصخر، فاكر في كلمه حلوه قوي بيقول لك ايه؟ what you see what you get. يعني ايه what you see what you get؟ يعني لو انت رحت للفكهاني تشتري بطيخه وحطيتها في الشنطه وقلت له يا رب يا رب يا رب يا رب يا كل القدرة أروح ألاقيها منجع عويس، هتبقى منجع ولا هتلاقيها بطيخة؟ طبعا أنت فهمت الإجابة. يعني أنت فرصة واثنين وثلاثة وبتقول إن هي مش محترماك وما بتقدركش وبتتحكم في يوم أجازتك وعاوزك تقفل الأجزخانة في اليوم اللي هي عايزة تخرج فيه، في واضح هنا إنك أنت مشدود ليها. قد تكون جميلة شوية، قد تكون وهي لطيفة دمها خفيف شوية، ففي حاجة شداك، لكن اللي انت بتقوله ده لا يصنع بيتا، اللي انت بتقوله ده لا يصنع زواجا. هي عصبية وما بتحترمكش وانت بتقول انا عصبي جدا، لا لا، يبقى احنا كده هنتجوز بكتير 5 6 أشهر وما اعرفش ايه اللي ممكن يحصل، كسرولة بقى في الدماغ بتاع في البتاع. لا، فارجوك يا حبيبي، يعني في شواهد كده بتقول ان الكلام ده ما ينفعش. واحدة بتقول أنا مرتبطة بشخص كويس جدا وبنستعد إحنا وأهلنا لخطبة رسمية، لكن في خلاف من ناحية الشغل. أنا بشتغل في شركة مالتي ناشونال ومهمة في مكاني وعندي فرص إني أكبر، الشركة بتوفر لي تدريب بره مصر 2 مرات في السنة، وهو ما عندوش اعتراض على الشغل لكن اعتراضه على السفر ورفضه تماما. طبعا ده مسبب لي قلق من ناحية ان دي فرصة للتعليم وفرصة اني اكبر بسرعة في سن صغير، ممكن تنصحنا احنا الاتنين نتصرف ازاي؟ مفيش نصيحة، في تفاهم واتفاق بينكم وبين بعض. انا ما اقدرش اخليه يغير وجهة نظره ولا اقدر اقنعك بوجهة نظره. في راجل بيبقى حاسس من قوام بيته ان الزوجة ما تسافرش بره اسبوع او اتنين مع زملاء في الشغل حتى لو كانت هتدرس او يعني دورة في الشركة، وفي واحد تاني شايف ان دي ما فيهاش اي مشكلة خالص. وعلشان كده انا ما اقدرش اخد قرار، دي بتبقى فرق ثقافة وفرق توجه، هو من وجهة نظره شايف انه صح وانت من وجهة نظره شايف انك صح، وانا ما اقدرش اقول وجهة نظر لان دي تختلف من بيئة لبيئة ومن كالتشر لكالتشر، ومن اقعدوا مع بعض وتفهموا يا بنتي قبل ما تاخدوا الخطوة الايجابية دي، وبعد كده تحسي انك اتنزلت كتير قوي عن حاجات مش قادرة تتنازلي عنها، او يسيبك فتندمي انك انت ضيعتي انسان كويس. ده قرارك انت، الكنيسة مش مسؤولة عنه، والكنيسة ما بتوجهش الناس، بتساعد الناس بس انها تفكر ازاي وتتفاهم ازاي.
واحد بيقول او واحده بتقول بتجيلي احلام وانا صاحيه وانا نايمه ان والدي او والدتي او جوزي بيتوفوا وبعيط كتير وخاف افقده. دي احلام يقظه اللي بتجيلك وانت صاحيه نتيجه انك انت عندك تعلق بالناس دي وبتحبيهم وعندك احساس بالتوتر والخوف الداخلي، فالشيطان بيستغل دوت ويجيب لك كل دي افكار. زي مثلا ام بتبقى عندها احساس ان ابنها لازم هيحصل له حاجه، ممكن يفضل الاحساس ده والولد يكبر ويخش مدرسه ويتخرج ويتجوز ويبقى عنده اولاد وبقت جده ولسه بتتحارب بالحرب دي. دي حروب مقلقه جدا ومتعبه جدا، من الافضل ان احنا نتجاهلها ونهرب منها، وده الموضوع اللي احنا هنتكلم عنه روحيا النهارده. واحد بيسأل بيقول هل الخطايا اللي كنت بعملها في وقت المراهقة من سن 10-14 سنة الخطايا دي يتحاسب عليها الإنسان، خصوصا ان ما كنتش لسه ناضج او واعي كفاية للحياة؟ وفي الاعتراف بنقول الخطية باسمها العام ولا لازم التفاصيل؟ وآسف يا ابونا على الإطار. الخطايا بتاع 9 و10 سنين دي ربنا يعني ايه؟ يعني خطايا طفولة وعارف ان احنا فيها طفولة. لكن خطايا 13 و14 سنة وخاصة بعد ما بيتعرف الإنسان على غريزته وممكن يقع في بعض الأمور الغريزية اللي تمس فكرة الطهارة والنجاسة لازم يقر بيها. فأنت لو كنت أنت محتار وقلقان والشيطان دايما يفكرك بيه عشان ينغص عليك عيشتك، فأول اعتراف قول له يا أبونا وأنا في سن إعدادي كانت فيه خطايا زي كذا أو كذا وكذا ودي بفتكرها وبتقلقني، هيقرأ لك الحل وتتنسي خالص وما تعملهاش تاني. واحد بيقول انا عملت خطية صعبة جدا وبقيت اكتر من سنة بعيد عن ربنا، لكن في نهاية الرب خلصني منها، وفي المنطقة اللي اسكن فيها لا يوجد كنيسة، ومرة اتى كاهن واعترفت لديه ولكن لم اقول الخطية ما هي واسم الخطية، قلت له انا وقعت في خطية صعبة، وايضا الكاهن لم يكن ارثوذكسي علما اني انتمي الى كنيسة ارثوذكسية، واشعر ان خطية غير مغفورة وتأتيني أفكار بخصوصها، أصلي مرتين أو ثلاث مرات في اليوم وأقرأ الكتاب المقدس وأحاول أقرأ كتب روحية لقداس لبابا شنودة تنفعني جدا، ولكني بتحارب، ارشدني أبي كيف أتخلص منها وارشدني أيضا بخصوص خطيتي القديمة. بص يا حبيبي برضو زي الخطية اللي فاتت، أنت مدي فرصة للشيطان أن يشككك، مدي فرصة للشيطان أن يقول لك خطاياك ما إيه ما تغفرتش عشان أنت ما اعترفتش بيها. طيب ما تدور على كاهن يا أخي وتعترف بيها، ولما تدور على كاهن وتعترف بيها هيبقى سهل قوي إن يجي الشيطان يفكرك بيها تقول له ما خلاص أنا قلتها لربنا وربنا وعدني وعده صادق إني لا أعود أذكرها، خلاص اتنست، ربنا هيمحيها ومش هيفتكرها. بالشكل ده انت كده تبقى اتحررت ضميريا، فانت مادام لسه تعبان ده معناه ان الشيطان بيحاربك، فارجوك روح لاب اعترافك او دور على اب اعتراف، حتى لو هتركب مواصله يا سيدي وصل له. انت بتقول مفيش كنيسه قريبه، انا شاكك ازاي في مصر مفيش كنيسه قريبه جنب اي حد يعني، ومع هذا اتعب شويه واعترف بيها عشان ترتاح. حد بيقول انا يا ابونا في ثالثه تجاره وكنت مركز ان اجيب تقدير كويس علشان اقدر اشتغل في مكان كويس، بس كانت النتيجه عكس كده بالرغم ان كنت بذاكر، وانا دلوقتي بقيت محبط خالص والدنيا كلها متقفله، كنت عايز قدسك تنصحني اعمل ايه؟ في ثالثه تجاره وعاوز اجيب تقدير وجاب مجموع مقبول او حاجه زي كده، يعني ما جابش التقدير اللي هو كان مستنيه. بص يا حبيبي الاشغال النهارده التقدير اللي انت بتجيبه في الكلية مهم بس مش كل حاجة، الدنيا اتطورت قوي، بقى في حاجة اسمها HR، الـ HR اللي هو الـ Human Resources، الـ HR دول بيعملوا امتحانات كتيرة فبيسألوك في أكتر من حاجة، بيسألوك في إيه؟ 1 لغتك، 2 اطلاعك، 3 بيقيموا شخصيتك، 4 بيقيموا طموحك. صحيح بيبصوا للمجموع اللي انت جايبه والتقدير، بس ده فاكتور من 5-6 فاكتورز، فانت اهتم بلغة، اهتم انك تبني شخصية، اهتم انك تاخد خبرة ازاي تجاوب في انتربيو عشان انت اللي تدي نفسك فاليو. مع احترامنا يا جماعة، يعني هو اللي متخرج من كلية
تجارة أو كلية هندسة أو كلية طب بامتياز، أول ما هيطلع هيعرف يعمل عمليات. الدراسة حاجة والخبرة تانية، بس المهم انك انت في الانترفيو يعرفوا انك انت شخصية قادرة للتعلم وقادرة للنمو وقابلة للتطور، هم ده اللي بيدوروا عليه. مش مهم التقدير اللي ضاع منك، بس بعد كده لو سمحت شد حيلك في حتة انك انت تنمي نواحي تانية في شخصيتك. استغل الصيف اللي جاي واستغل سنة رابعة كلها، وبنعمة ربنا ربنا يوفقك في شغلانة حلو. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عاوز أفكركم بحاجة طبعا مش هتكونوا فاكرينها خالص. في شهر فبراير اللي فات، وانتوا طبعا مش فاكرين امبارح كان ايه، اتكلمنا على موضوعين. موضوع اسمه الهروب من الله والهروب إلى الله. بعضكم فاكر ده كويس يعني. النهاردة هنتكلم على موضوع اسمه الهروب من الشر. والحقيقة الموضوع ده أساساً عشان لسه جاي من السفر امبارح، وكان سفرية طويلة قوي، فبأمانة ما لحقتش حضر، فأقول لكم الموضوع ده كنت قايله في, في, في كنيسة في أمريكا يعني، فأنا هقوله هو نفس الموضوع اللي أنا قلته هناك. الأول عاوزين نعرف نهرب من إيه، والأهم نهرب إزاي. فنهرب من إيه دي هقولها بسرعة، نهرب من إيه دي هقولها بسرعة، نهرب ازاي هناخد فيها وقتنا شوي. طب تعالوا معايا كده نقول نهرب من ايه. تفتكروا ممكن نهرب من ايه؟ الواحد لما بقولك اهرب، ايه اللي ممكن الانسان الروحي يخاف منه ولازم يهرب؟ اول حاجة الحوار مع الشيطان. الحوار مع الشيطان، لان الشيطان عنده منطق وعنده قوة للاقناع وعنده درجة للتشكيك وعنده درجة للتقويم، يخليك لو ابتديت النقاش معاه هياكلك هياكلك. يعني الشيطان مسك آدم وحواء وقعهم، أي حد رمى ودله للشيطان الشيطان يوقعه. عشان كده حتى ابتدى الحوار مع آدم وحواء بيقول لهم هو اللي احنا سمعناه في الجنة ده ربنا بيقول ما تاكلوش من شجر الجنة كله؟ طب ما هو ربنا قال كده. هو بس عاوز حواء ترد عليه تقول لا ربنا ما قالش كده، قال من كل شجر ناكل وشجر واحد اللي ما ناكلش منها. لو انت رديت يا حبيبتي طب تعالي بقى، تعالي بقى مع اللي هيلخبط دماغك كلها ويقومك على ربنا ويفهمك ان ربنا ده بيغير منكم عشان مش عاوزكم تبقوا زيه، وتك تك تك لغايه لما وقعهم. علشان كده لما تسمع الشيطان بيكلم، والكلام دايما بتاع الشيطان تلاقيه مصحوب بريحه وحشه، يعني كلام ربنا هادي، حتى لو يبكتك هادي، الشيطان كلامه متعب، في تقويم، في غيظ، في تلاقي وشك كده اتشيطن، يعني مجرد انك انت تتكلم معاه تلاقي وشك اتلخبط معلمه، فقدت سلامك، فقدت هدوءك، في غضب جواك، كل ده اعرف ان ده حوار مع الشيطان، بيجي لك عن طريق الفكر، فأرجوك، أرجوك اهرب من ده. يبقى أول حاجة للإنسان يهرب منها إيه؟ الشيطان والكلام. تاني حاجة الإنسان يهرب منها النظرة الشريرة. النظرة دي يا جماعة تعمل مصايب. يكفي إن داود النبي اللي كان كاتب المزامير اللي احنا بنصليها ببصة واحدة اشتهى وزنى وقتل، وبالتالي اهرب من النظرة الشريرة. النظرة دي تخليك تتذمر على الله. عندك عربية حلوة كده على قدها، أربع أيام بتسوقها وثلاثة عند الميكانيكي أحسن من اللي ما عندوش. وبعدين ركبت عربية بصيت لها كده لقيت من بره زي من جوه، عربية حلوة ما بتقطعش، ما أنت سامع صوت الموتور تلاقي نفسك ابتدت تغضب على عربيتك بالرغم إنك كنت فرحان بيها وبتدلعها كمان. قلت لها بقى يلا ما تكسفنيش واصمدي معايا وصلني التحرير النهارده وخليكي كده يعني ما علينا. فتلاقي نفسك كل ده بسبب النظرة. يجي الواحد يخليه يبص على واحدة غير مراته، مش على بقى نظرة داود، لا نظرة مقارنة. شوفوا إنسانة هادية، شوفوا كلامها قليل إزاي، مش الراديو اللي عندي في البيت. وبعدين بقى واحد تاني متجوز واحدة هادية يقول ده أنا متجوز أبو الهول، عشان بص على واحدة متكلمة سيدة مجتمعات، فلا ده عاجبه كده ولا عاجبه كده. ودي تاني حاجة لازم تهرب منها، النظرة اللي تعمل مقارنة وتوقعك في مشكلة.
يبقى انا بهرب اول حاجة من ايه؟ الشيطان وكلامه. اتنين، النظرة. تالت حاجة تهرب منها، ودي قلتها لكم كتير قوي، غضبك. اوعى تسيب غضبك يتحكم فيك، لان ورا الغضب مصيبة قد تصل الى القتل، وقد تصل الى الضرب، وقد تصل الى اي حاجة في الدنيا. اهرب من غضبك، اهرب من غضبك. يا نهار ابيض، مرة سقت مع شاب، تصوروا دي حاجة من 17-18 سنة، لقيته جنب الفريس حاطط مفك. فبقول له هي العربية بتقف كتير ولا حاجة؟ ما انا عايز اطمن هنوصل ولا لا. يعني انا فاكر دي المفك، ويعني حاجة بيربط بيها حاجة في التابلو بتاع. قال لي لا يا ابونا، ده لزام التزنيقات وال. قلت له مش فاهم. قال لي عشان لو حد زنق عليا، زنق عليه، طب هو انزل يتخانق، فرضا هو حاطط لي حاجة، بقى انزل انا كده؟ فنفتح معايا المفك في ايدي. تفتح معاك المفك في ايدك؟ طبعا قلت له نزلني يا حبيبي انا هتصرف. لا انا ما حصلش كده، هو وصلني، هو وصلني. بس انا بقول لكم يعني ان الموضوع مربك جدا. ليه؟ ليه؟ طب فرضا انت نزلت بمفك وهو نزل بمفتاح فرنساوي. واحد فيكم هيخش السجن والتاني هيخش المستشفى او المشرحه. يعني اهو احسبها كده. اهرب من غضبك. ودايما احفظكم الكلمه دي، ان كل قرارات الغضب هي كل قرارات الندم، وعلشان كده لازم تهرب من غضبك. يبقى اهرب من ثلاث حاجات: واحد، الشيطان وكلامه، اثنين، النظره، ثلاثه، الغضب. رابع حاجه لازم اهرب منها: اصدقاء الشر. لان اصدقاء الشر هم الادوات اللي بيستخدمها الشيطان علشان يوقعوني. مفيش انسان ابدا نزل في الشارع وراح لكشك وقال له سرحت يا عم فلان يا صاحب الكشك، قال له اتفضل يا حبيبي، قال له عندك مخدرات؟ اديني ب20 جنيه مخدرات. مفيش حد راح لكشك وقال له اديني مخدرات. انتوا واخدين بالك؟ ده حتى لو بتاع الكشك بيبيع مخدرات وما يعرفكش مش هيديلك. صح؟ عادة المخدرات جت منين؟ واحد صاحبي. وصاحبي جابها منين؟ واحد صاحبه. صاحبه من مين؟ صاحبه. يعني كلنا كده مع بعض اصحاب، ويقابلوا مع بعض يقولوا ايه النظام؟ يقول له كله تمام، مظبطين نفسهم النهارده في الخروج. الناس دي ازاي انا ما اهربش منها؟ ده انا بقف مع ربنا خطوه وبقع خطوه، اروح انا متقل نفسي بناس بتشد ايديا الاثنين لتحت، ما انا عمري ما هقب تاني. والصنف ده يجيب الصنف ده، والصنف ده يجيب الصنف ده، وتبتدي بسجارة وتوصل لأسوأ حالات المخدرات. المهم، احنا ما قلناش هنكتر كتير في نهرب من ايه، لان انا عاوز اركز نهرب ازاي. فقلنا نهرب من ايه؟ واحد، الشيطان وكلامه، اتنين، النظرة، سواء نظرة شريرة او سواء نظرة مقارنة، تلاتة، الغضب، اربعة، اصدقاء السوء. تعالوا بقى نتكلم نهرب ازاي. هحفظكم خمس عناوين، وكل عنوان في خمس دقايق ونخلص النهارده بالشكل ده. العنوان الاولاني بالوقايه. اهرب بالايه؟ يعني ايه اهرب بالوقايه؟ يعني هو انا لازم يجي لي انفلونزا الطيور علشان ادور على العلاج بتاعها؟ ولا العقل بيقول لي تجنب ان يجي لك انفلونزا الطيور او انفلونزا الخنازير وتبر الحاجات الصعبه يعني؟ فالوقايه معناها ايه؟ الوقايه معناها ان واحد عرف ان هو ضعيف وجسمه على قده والمناعه بتاعته قليله، وكل ما بيستحمى بميه سخنه ويطلع في هواء سائع يجي له دور انفلونزا، يقلب بنزله شعبيه يلحقوه قبل الالتهاب الرئوي. فبعدين بقى عنده نوع من انواع الوقايه، أو لازم يعالج نفسه ويهرب من دور البرد بالوقاية. والمثل ده قلته لكم قبل كده. إزاي؟ وهو داخل يستحمى بيقفل كل الشبابيك وبيدفي الشقة كلها، ويقول لك أنا ما استحماش وانزل الشارع أبدا، أنا استحمى وانام. ليه؟ أصلا أنا اتلسعت قبل كده، فأنا بالوقاية بتجنب السقوط في أدوار البرد. اقلبها بقى. هنتكلم دلوقتي عن ايه؟ عن الشر والخطيه. في حاجه اسمها الوقايه خير من العلاج.
انا عارف ان انا عندي ضعف، ان انا في سن الشباب وانا عيني كشاب ممكن تجيب لي حروب كتيرة قوي، وعارف ان انا لو رحت المكان ده بالذات وعلى البلاش بتاعه بالذات كله عثرات، يبقى انا لو عاوز اتجنب الوقوع في افكار الشر وافكار الشهوة والنظرة الشريرة من الاول ما روحش. عشان كده في احد الاباء القديسين، بس انا ناسي اسمه وحاولت افتكره برضه وكنت ناسيه هناك ونسيه هنا مش قادر اجيبه دلوقتي، بيقول كده، بيكلم الرهبان او بيكلم تلامذته يقول له ايه، لا تدخل الى مدينه اخطات فيها. يعني لو انت دخلت مدينه حتى بالفكر او بالنظر غلطت فيها، المدينه دي تبقى محرمه عليك. يا نهار ابيض، ده لو الواحد طبق كده ما ينزلش من بيتهم اساسا. بس شوفوا قد ايه الحرص، شوفوا قد ايه كانت الاباء بتخاف. وحكيت لكم حكايه زمان افكركم بيها تاني. طبعا انا لما احكي لكم دي من الاساطير يا اولاد، دي من الاساطير. يعني ايه من الاساطير؟ يعني هي صحيح كانت ايام البابا شنوده، بس هي اساسا من القرن الاول الميلادي. لان كنت طبعا بقولها لكم كده هتقول تعيش وتحكي، لان طبعا ملهاش علاقه خالص بالبابا. البابا شنوده كان بيتكلم على جيل مدارس الاحد لما كانوا في الاب انطونيو الشبر، وكان في بيت في اسكندريه، البيت دوت اسمه تبع دار الكتاب المقدس عند مرمينا العصافره او مرمينا المنظره على البحر كده. فكان الشباب بينزلوا فيها، فكانوا ينزلوا يتريضوا وبتاع، فلما كانوا بينزلوا البحر بينزلوا الساعه 6 الصبح والميه تلج، بس عشان ما يبقاش في حد في البحر غيرهم. دول شباب رجاله مش بنات، خايفين حد يعاكسهم، دول الرجاله بتوع زمان بتوع مدارس الاحد يعني. وبعدين او ينزلوا بعد ما البحر كله يفضى من كل الناس في الغروب حاجه زي كده. ولما كانوا يتمشوا على البحر كشباب تقي نقي بيخاف على نفسه قوي من اي حاجه غلط، ما كانوش يتمشوا على الكورنيش من عند الرصيف اللي فيه السور بتاع الكورنيش، كانوا يتمشوا على الرصيف اللي الناحيه التانية اللي يبقى بينهم وبين الكورنيش العربيات رايحه جايه وبعدين الكورنيش. ليه؟ لعل واحد يبص كده ولا يبص كده، ده ما يصحش، احنا لسه هنعدي عشان نقول في احتمال نبص، طب من الاول نعيش في الوقايه ونخلينا على البر الغربي بتاع الشارع، يعني اسف الابلي اللي هو عكس البحري. ما انا قلت لكم القصه دي، ما يعني بصوا شيلوها بأستيك مش مشكله، بس انا بقول لكم قد ايه كان الحرص وقد ايه كان الخوف. عشان كده الجيل ده طلع اباء اساقفه وطلع اباء بتركه وطلع غنى الكنيسة. كان عندهم حاجة اسمها الهروب الوقائي أو الهروب بالوقاية. على سبيل المثال، وعلاج للهروب الوقائي إن الإنسان زي ما قلت لكم ما يخشش، ده مش ما يخشش وبس، وطول السكة عشان هو خايف من دور البرد. كنت أعرف برضو دكتور كده عنده حساسية، كان طول ما هو ماشي في الشارع ماشي بمنديل حطه كده، ولما مرة في المطارات كانت فيه انفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور، كنت في مطار من مطارات اوروبا كان فيه فوق ياباني، كل اليابانيين لابسين البتاع بتاعت الدكاترة دي، يعني اسمها كمامة، الكمامة دي هي مستغرب ما علينا، يعني اللي هي بتاعت الدكاترة دي نسميها ماسك لان كمامة حاسس انها بتاعت مش بني ادمين قوي يعني. المهم يعني فمركبين الماسك دوت وماشيين بيه، ليه؟ قال لك احنا ما نجذبش، ده مطار فيه من كل الدول، من امريكا لاندونيسيا لليابان لاوغندا، ما حدش عارف الانفلونزا تيجي منين. فمن ضمن الحاجات اللي يعملها الانسان الروحي علشان هو يعني يكون عنده هذا الهروب الوقائي، انه يعمل عازل، لا دي جايه في النقطه الثانيه، الهروب بالعزل، انه بقدر الامكان يحفظ عينه. في احد الاباء قال لي كلمه حلوه قوي، قال ايه؟ قال الانسان الروحي بص حاجه من الاثنين، للسماء اللي هي مكانه اللي رايح له، او للتراب اللي هو اتخلق منه. تاني، الانسان الروحي يبص لحاجه من الاثنين، يا التراب اللي اتخلق منه فيقول انا تراب، يا اما يبص للسماء ويقول يا رب ما تحرمنيش من الابديه ولا تحرمني من ملكوتك. واحنا الحقيقه لا بنبص للتراب ولا بنبص للسماء، واحنا ماشيين بنظام نظريه اسمها ايه؟ انظر حولك.
كان في حاجه زمان كده اسمها مش عارف بتاعت ايه، بس كان في حاجه اسمها انظر حولك. ماشي بقى واحد كده بيمقق، عارف يعني بيمقق؟ يعني بيمقق يعني بيبحلق. طب ما هو لازم من نصيد البحلقه هتخشك حروب. يبقى اول نوع من انواع الهروب اسمه الهروب بالايه؟ بالوقايه. الهروب بالايه؟ قولوا ورايا، الهروب بالايه؟ بالوقايه. تاني نوع من انواع الهروب، الهروب بالترك. بالترك يعني ايه؟ لا انت بقى للاسف دخلت المدينه ولقيت المدينه دي فيها شر، تعمل ايه؟ معظم الناس بتقول احنا وصلنا نريح، ودي المصيبه. عايز احكي لكم على حاجات من الكتاب المقدس. كان في بلد مشهوره قوي اسمها سدوم وعموره. مشكله سدوم وعموره ان كان فيها ميزه، انها كانت يقول عليها الكتاب المقدس كجنه الرب كارض مصر، فيها خضره، هي كانت على سهل كده، وفيها زراعه، والجو فيها جميل قوي مش زي الصحراء النقب بتاع اللي فيها ال 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 المكان يعني اللي كان فيه ابراهيم. وكانت الناس متبغداده يعني عايشه عيشه كده حلوه قوي. ده كانت مزاياها. عيوبها ايه؟ ان ما كانش فيها ربنا. وعشان ما كانش فيها ربنا اشتهرت هذه المدينتين او القريتين بالشذوذ الجنسي. جربوا كل حاجه. يعني مش شذوذ جنسي مرض، لا، جربوا كل حاجه، يعني عايزين نجرب. لدرجه ان شرهم صعد امام الرب، وربنا قرر انه يحرق المدينه. فتنزل ايه قويه قوي لوط، وربنا يقول للوط كده اهرب من كل الدائره، واوعى تبص لورا، لان اللي يبص لورا معناه ان لسه حابب مكان الشر. فاللي يبص لورا هيتحول لعمود ملح. وكانت ارادته ضعيفه، لكن من اجل صلوات ابراهيم ربنا نزل ملاكين يسحبوه عشان يطلعوه من المدينه. وانتوا عارفين ان هي بصت لورا وبالاخر. لازم تهرب من الشر. لو دخلت مكان وفيه شر اهرب من الشر. ما تقولش انا هقعد معاهم وقوي مش هجرب. ما تقولش انا هقعد معاهم ومش هاخد ولا نفس واحد ولا حتى كاس واحد. ليه قاعد يا اخي؟ ما تهرب من الشر. واحد تاني هرب من الشر، صوروا رب المجد يسوع المسيح اللي خلق الدنيا كلها، اللي بالكلمه ممكن ينهي الحياه على وجه الارض. يقف ملك شرير ويقول كل الاطفال من سن سنتين لزيرو هيتذبحوا. طب ده انت المسيح يعني؟ فنزل ملاك الرب الى هيرودس وبغته فمات مصروعا. سهل قوي يعني، ملاك ينزل يقضي على هيرودس. بس الحقيقة ربنا ما استخدمش الاسلوب ده علشان يعلمني ويعلمك انك ما تواجهش الشر. فينزل ملاك بدل ما يقضي على هيرودس يروح يكلم يوسف ويقول له خد الصبي وامه وانزل واهرب الى مصر. الرحلة دي شاقة جدا. انتوا لو وصلتوا لغاية المنيا باوتوبيس مكيف بتنزلوا تعبانين وتقولوا يوم السفر نريح فيه. العذراء ويوسف النجار والطفل يسوع وسلومة كانوا ماشيين على حمار. عارفين يعني ايه حمار؟ يعني رحلة في منتهى الإرهاق، منية الإنسان فيها أن يقعد في ضلة تحت شجرة ويشرب بق مية. والرحلة دي من فلسطين لغاية أسيوط. بعد اللي عاوز بقى يدرسها بالتفصيل في كتب عن رحلة العائلة المقدسة. ويرجع من أسيوط تاني. عارفين ليه؟ علشان يعلمني ويعلمك ان محدش يواجه الشر. اهرب من الشر، اهرب من الشر. فلازم اتعلم ان انا اهرب. اوقات كتير قوي ببقى مش عارف. يعني انت دخلتي في قعده والقعده دي حسيت ان كلها شر وكلها تآمر، تقعدي ليه؟ اقول لكم بعد كده. بناتي بتبقى محبوبه على القلب قوي، تلاقي طنط فلانه وطنط فلانه بيتكلموا في طنط فلانه علشان يحرقوا دمها عشان هي ما جملتش في الموقف الفلاني. وتروحي انت قاعده وتسمعي يا جماعه حرام عليكم، اسكت انت ما تعرفيش حاجه. طب هي عملت كذا كذا، تقول لا تستاهل. وتبتدي تبقي شريكه شر. طب ليه؟ ما هو من الاول. وانت كمان كده في قعدات لازم تهرب منها، لأن القعدة اللي ما بتمجدش اسم ربنا،
القعدة اللي ممكن تزعج روحك القدوس، الروح القدس اللي جواك، لازم تهرب منها. فدي تاني نوع من أنواع الهرب، اسمه الهرب بالإيه؟ بالترك، إنك أنت تسيب المكان. وعايز أقول لكم حاجة بصراحة كده، الترك مكلف جدا ومش كل الناس تقدر تعمله. أديكم مثل على واحد ترك. اتنين أخوات اختلفوا في الميراث، فاكرين مين ومين؟ الأنبا بولة وأخوه. وبعدين إيه اللي حصل؟ شاف واحد ميت، فقال هو الميت ده أخد إيه معاه؟ راح قال له بدل ما نروح للقاضي ونختلف أنا هسيب لك كل حاجة. من وجهة نظرنا ده إنسان ضعيف، ده تنازل عن حقه. ومن وجهة نظر ربنا الأنبا بولة ترك الشر وكسب الحياة الأبدية. مين فيكم يعرف قصة أخو الأنبا بولة؟ اتجوز مين؟ خلف مين؟ الأرض اتقسمت على كم واحد؟ لكن كلنا عارفين كويس قوي مين الأنبا بولة. بقول لكم الترك مش سهل، الترك مش سهل، لكن اللي يترك الشر من أجل سلامه الداخلي ده إنسان حكيم، واحد في الألف لو لقيته النهاردة. ده أوقات الواحد يبقى عاوز يسيب من أجل الشر يقابله حد تاني. يعني مثلا واحد إيه؟ واحد، شوفوا بقى، شوفوا عشان تعرفوا، بس عشان أنتوا أنا هوجه لكم الكلام شوية، خليكم ركزوا معايا شوية. واحد يقول لها بصي أنا وأخويا بنتخانق عن كذا كذا، فأنا قلت له اختار أنت، اختار أنت، عشان مفيش حاجة تخليني أقف معاك قدام المحاكم، حتى لو هو أخد حتة زيادة شوية. مراته تقول له إيه؟ برافو عليك، إنسان روحاني وطبقت الآية. تفتكروا مراته هتعمل كده؟ أمال هتقول له إيه؟ هتقول له كنت فاكرك راجل هتدافع عن حق ولادك، يا خيبة أملي فيك، أنا ما اتجوزتش راجل، ضحي ضحي بحق ولادك. فهتلاقي نفسه إن النفس أو اللي عاوز حتى يترك مش سهل إن يترك، ولو هو عاوز يترك اللي حواليه هيشككوه إن قراره سليم. بس لازلت بقول اللي يعرف يهرب من الشر طوباه، لأنه إنسان عاقل جدا بيشتري راحته وبيشتري سلامه وما بيواجهش الشر. في واحد في بقى وفي ستات كده تقول لك أنا مرتاحش يا أبونا لما أعاتب. أقول لها يا بنتي لو رحتي عاتبتي وأنت بالحالة اللي أنت بتعمليه صباعا اللي هيخش في عيني ده، أنت هتروحي تتخنقي، وهي لو ردت عليكي ودفعت عن نفسها هتخنقيها، أحسن ما تروحيش. تهرب من شر ازاي؟ تهرب من شر ازاي؟ لا، هروح وعاتب وترجع تقول اديتهم له. هو ده بقى، هو دي الروح المسيحية بتاعتنا، هي دي روح التسامح. فاهمين حاجة؟ يبقى قلنا أول حاجة أهرب بالإيه؟ بالوقاية. اتنين بالترك. تلاتة بالعزل. يعني إيه أهرب بالعزل؟ يعني إيه أهرب بالعزل؟ اعزل نفسك عن الشر لو ما انتش قادر تسيبه. هحكي لكم حكاية بنوتة في سنكم اشتغلت في أحد البنوك في حتة في البنك تعتبر قلب البنك، يسموها الكور، اللي بتتعلم فيه اللي محدش هيعلمه لها خالص. يعني مش شغالة بقى على شباك بتصرف شيك وتعد فلوس، لا، دي شغالة في حتة إدارة القروض، القروض اللي بتزيد فوق عن 4 مليون جنيه، فيعني حاجة كبيرة مثلا. فقعدت في وسط ناس، كل البنات اللي في السن ده أو كل الستات اللي أكبر منها في سن 40 سنة، واخدين بالهم من نفسهم قوي، كلهم بيدخنوا وكلهم لابسين ألمازات بالشيء الفلاني ومتجوزين الناس الفلانية وراكبين العربيات الفلانية، لأن يعني فالشغلة دي ما تتسابش ليه؟ علشان هي عاوزة تتعلم، والشغلة دي هتديها إيه؟ تمن بعد كده. بس لقيت كل هؤلاء السيدات بيكلموا كلام ما يتقالش، مش عارف اقوله لكم ازاي، يعني زي كلام الرجاله، يعني كلام مكشوف قوي قوي وفي كل حاجه قوي قوي. فالبنت اول اسبوع وشها ايه؟ احمر، مش بقى هيفلق من كتر الخجل، مش عارفه تعمل ايه. ويقول بتفكرينا بنفسنا من 15 سنة كنا كده نايف وزازجين زيك، بكرة تطلع لك ضوافر وتطلع لك أنياب وتتكلمي في اللي بنتكلم فيه.
وهي ترتبك لدرجة ان كان قلبها بيضرب ضربات سريعة قوي المسكينة ومش عارفة تعمل ايه. والحقيقة جت وحكت لي، وبعدين ربنا كده بعت ارشاد وابتدت هي تعمله، ان هي بقت تروح عندهم تقول لهم انا ما بعرفش اركز الا لما اسمع حاجة في ودني، وجابت موسيقى ترانيم على موسيقى هادية من بعض الحاجات اللي بتبقى في الدنيا دي اللي هي حاجات ما فيهاش ضرر يعني، وابتدت تحط الموسيقى دي في ودنها وتشتغل. يجوا يكلموها ترشاد تقول لهم حضرتك ايه مش عارف مين، اصلا بركز ما بعرفش انجز الا وانا بسمع حاجة. وابتدت تعزل نفسها عن اللي عرفتوا يعني ايه العزل، انا بشرح لكم يعني ايه الوقاية بالعزل. الوقاية بالعزل معناها ان الانسان يعمل حاجة تعزله عن الوسط اللي فيه، فممكن بالإيرفون وممكن ان يقفل على اللي حواليه. فواحد يقول لك عاجبك اللي يحصل مش عارفين، وهيبتدي تقول له انا بصراحة عشان ما تعبش نفسك معايا انا في السياسة ما بفهمش حاجة خالص. يقول لك طب في الكورة شفت الحكم بتاع امبارح اللي عمل الاوفر ولا عمل ما اعرفش عمل ايه يعني، المهم تقول له ما ليش في الكورة قوي يعني، يعني لو ليك في الكورة هنشوف لك حاجة تانية يعني عشان ما تكذبش. لكن انا اقصد انك انت ده تاني يعمل العزل بالاحتراس او عمل الحدود بينك وبين الناس. في نوع كمان من العزل وهو الاختصار. شوفوا الايه بتقول ايه، ان كان احد يحب الخصام فليس لنا نحن عاده مثل هذه. في ناس بقى غاويه الكلام واللت والعجن، وفلان قال وفلان عاد وفلان قال وفلان عاد، وده شر بقى يمسك الدماغ ويمسك القلب ويقومك على كل الناس اللي حواليه. احنا نعلن بوضوح ان احنا ملناش علاقة بالكلام ده، احنا مش من هنا، والناس هتحترمك على فكرة. في الاول تتريق عليك، في الاول تستضعفك، لكن لو فضلت مصر على منهجك مع الوقت الناس هتحترمك، لان في الاخر خالص الصح صح والغلط غلط. يعني انا من حق يا ابونا اختصر، من حقنا نختصر انسان بيفقدنا سلامنا مصر على ايذائنا، بس اللي انت مش مسموح لك انك تكرهه. يعني بحبه بس بختصره، ليه؟ لان انا عاوز اهرب. يبقى قلنا ثلاث اساليب للهرب، واحد بالقوية، اثنين بثلاثة بالعزل، اربعة بالحكمة. انا ممكن اهرب بالحكمة. مين اللي كان بيستخدم الاسلوب ده؟ ربنا يسوع المسيح. ازاي كان بيستخدمه يا ولاد؟ أنا أقول لكم، كان عنده مجموعة من الكتبة والفريسيين والناموسيين والصدقيين والكهنة عاوزين يصطادوا المسيح بكلمة، فكل شوية يفكروا له بفزورة بحيث لو جاوب يمين يروح في داهية، لو جاوب شمال يروح في داهية. في أسئلة كده، أسئلة كده، يعني مثلا إيه؟ أقول لك أنت ما بتحبش ربنا ولا ما بتحبش رئيس الجمهورية؟ انت عارف يعني اي اجابه فيهم اختار لك اجابه من الاثنين، في الاثنين هتبقى في مشكله. فاهم عايز اقول لك ايه؟ فهم عملوا مع المسيح كده، راحوا للمسيح حطوا له حته سؤال. انتوا عارفين ساعتها اليهود كانوا محتلين من الدوله الرومانيه، فقالوا له في سؤال يا معلم، ندفع الجزيه الضريبه للدوله الرومانيه ولا ما ندفعش؟ ليه بيسالوا السؤال ده؟ انا قلت لكم قبل كده المفروض عارفين الاجابه. لو قال ما ندفعش عشان احنا يهود يصفروا للرومان، الحقوا واحد بيحرضنا عليكم، واحد بيعمل ثورة واحنا خاضعين لقيصر. وبعدين لو قال لهم ادفعوا يبقى انت مش يهودي وطني ولا عندك نخوة وعاوزنا بتبعنا للرومان، فزمرنا لكم لم ترقصن نحن لكم، يعني القضية في الآخر إعدام إعدام. كده أنت خاين مع الرومان، كده أنت مش وطني وما تستاهلش تكون واحد مننا. فسألوا واحد سؤال، ها يا معلم أنا أدفع الجزية لقيصر؟ بس المسيح عارف مكروههم وعارف أنهم بيصدوا كلمة، فمسك العملة كده قال لهم العملة دي مرسوم عليها مين؟ قيصر. فراح جاوب إجابة كلكم عارفينها، قال إيه؟ أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. هما فكروا عبل ما فكروا هو يقصد ايه، كان مشي وخلص الموضوع. فاوقات كتير قوي عارفين من اللي كان عنده دي الحقيقه كانت نعمه عند قداسه البابا شنودة الثالث. كان يتسال اسئله الحقيقه يعني كده كده يعني في كل الاحوال هنصطادك.
بس كان دايما ربنا يديله حكمة قبل ما يتكلم. وفي أوقات كتيرة قوي كان البابا شنودة يجاوب على السؤال بسؤال، وده اللي عمله المسيح. لما سألوا المسيح سؤال جاوب بسؤال، قال لهم العملة دي لمين؟ قال يعني هو مش عارف. وبالتالي مرة تانية برضو حصلت مع المسيح، الكتبة والفريسين برضو بيتحدقوا عليه عاوزين يوقعوه في الغلط، فبيقولوا له ايه؟ بيسألوه سؤال، فراح جاوب عليهم بسؤال. عارفين السؤال اللي جاوب بيه المسيح عليهم ايه؟ سؤال تاني، قال لهم معمودية يوحنا من الله ولا من الناس؟ فهم اللي اتزنقوا، لو قالوا من الناس كانت الناس هتقوم عليهم، لأن يوحنا عندهم كان كنبي، ولو قال من الله يقولوا طب انتوا ما رحتوش وراه واتعمدتوا ليه؟ ففي أوقات الإنسان بيحتاج إنه يهرب بالحكمة. يعني إيه يهرب بالحكمة؟ إنك أنت اللي قصادك لما يكون قاصد شر تجاوب بحكمة، بحيث إنك تاخد بالك قوي 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 في كل كلمة بترد عليها. ودي بقى محتاجة صلاة ومحتاجة تدريب، إنك لما تبقى عندك أسئلة تعرف تجاوب إزاي إجابة مش شريرة ولا خبيثة، صادقة ولكن حكيمة. أنا بقول دي مش سهلة، عاوزة سن وعاوزة خبرة وعايزة حكمة، لكن خلي بالك إن ده أحد أنواع الهروب، إنك تهرب بمين؟ من الموقف بإيه؟ بحكمة. آخر نوع من أنواع الهروب عشان وقتنا، إن إحنا نهرب بالاحتماء في المسيح. يبقى أول حاجة بهرب بيها كانت إيه؟ الوقاية. اتنين الترك، تلاتة العزل، أربعة الحكمة. آخر نقطة نتعلمها مع بعض، إن أنا أهرب باللجوء لرب المجد يسوع والاحتماء فيه. وعلشان أحسسكم يعني إيه الواحد يهرب باللجوء للمسيح، أصرخ وإنت في الزنقة بكل قوتك باسم يسوع المخلص، وشوف إيه اللي هيحصل. قصة أنا شفتها في سيرة أبونا عبد المسيح المناهري. قبل ما يترهبن كان عايش لوحده يسبح ربنا ويتكلم معاه، فأصدقاء الشر سلطوا عليه واحدة يقولوا عليها غازية، يعني اللي هي زي رقاصة بتاعت موالد كده، علشان توقعوا في الشر. هم كانوا غيرانين منه، شوفوا الشيطان قد إيه بيغير من ولاد ربنا، ازاي ده في القداسة بالشكل ده، ازاي ده في محبة ربنا بالشكل ده. فعلشان يوقعوه ادوا فلوس لرقاصة علشان توقعوا في خطية الايه؟ الزنا. وهو بيقرأ بيصلي الانجيل وبيقرأ مزاميره بالليل، طول الليل دخلت عليه الست دي وابتدت تحوطه، ومن جرأتها عشان تاخد الفلوس وبقية الفلوس، لان كانت واخدة العربون فتكمل، بدأت تمد ايدها على جسده. وهو إنسان بسيط قوي وطاهر قوي وخام قوي، كل اللي عمله ساعتها عمل إيه؟ بأعلى صوته صرخ بيطلب ربنا. في اللحظة اللي قال له الحقني يا رب وانقذني من الشر اللي أنا هقع فيه، هي نفس اللحظة اللي ابتدت الست دي تقع على الأرض وتتلوى وتصوت، لأن جالها مغص حاد ما عرفتهوش، لدرجة بقت تصوت بأعلى صوتها وتقول له ارحمني ومش هجيلك ولا أقرب لك تاني. وفعلا موقفش الألم منها إلا لما هو افتكرها قدام ربنا وصلى لها. كل اللي عمله إن لقى نفسه ضعيف قوي في الحرب اللي هو فيها، وإنه قابل إن ممكن يحصل أي حاجة هو مش عاوزها، وعلشان كده ملقاش غير المسيح يهرب له. عشان كده بحب قوي المزمور اللي بيقول ان الهنا ملجأنا وقوتنا في شدائدنا ومصائبنا، او يعني في ضيقتنا وشدائدنا التي اصابتنا جدا. فلما الانسان يتضيق عليه الخية ويتمسك في الفخ، مفيش حل غير ان يهرب باللجوء لمين؟ لجوء لربنا. حكيت لكم قصة قريب عن واحد اسمه ابونا اغاصن كان من السواح، مش انتوا فاكرينها دي؟ قريتها لكم قريب، اللي هو الشياطين ضحكت عليه وخدته، قالوا له احنا 12 الشياطين
قالوا احنا كنا 12 وبقينا 11 ورب استجاب صلواتك وبعتنا عشان تبقى ال 12 بتاعنا. والراجل من طيبته لا سأل الأب اعترافه ولا حاجة، مش وراهم، هم عاملين نفسهم بيصلوا كلهم كده. بعد 3-4 أيام غربوا ناحية الإيدير في صحراء هاوية، ابتدى الشيطان يكشف عن نفسه وابتدوا يضحكوا ويكقعوا ويقولوا كلام من كلام العالم السخيف، واختفت الشياطين وبقى منه وللصحراء لمين؟ لربنا. حتة فخ اتحط فيه هيقابل الموت، وهيقابل الموت مفيش حاجة تانية. وهو مش من السواح ولا حاجة على فكرة، وبعد كده بقى من السواح. كل اللي عمله ابتدى يصلي المزامير، وعشان كده يا ولاد اوعوا تهملوا صلاة المزامير. ان شاء الله تقرأ مزمورين الصبح ومزمورين بالليل من الأجبية، بس اوعى تهملها لان فيها قوة عظيمة قوي. ايه اللي حصل؟ ان ربنا نقله دون ان يدري للدير مرة تانية، فعرف يهرب وعرف ينتصر بانه لجأ لمين؟ لاسم المسيح. قوة المسيح واسم المسيح يا جماعة تحل كل قوى الشيطان. فلما تحس ان الفخ منصوب والشبكة اصطادتك، لك نجاة بالهرب من خلال اللجوء لاسم المسيح. ربنا يديني ويديكم ان احنا نهرب بالوقاية، ونهرب بترك المكان اللي فيه الشر، ونهرب بالعزل، ونهرب بالحكمة، واخر حاجة نهرب بالاحتماء في اسم ربنا يسوع المسيح. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن والأبد، آمين.